الكرام، ربنا لا نمل من شكرك، وكيف نمل ونحن معك نسعى إلى مرضاتك ونزداد من محبتك ونستزيد من بركاتك. اللهم لا تحرمنا من رضاك وانصرنا على أعدائك الأنذال، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضا. الآن بفضل الله تعالى وبركاته سنحاول مقارنة بعض آيات من سورة هود عليه السلام، والسورة دي تحيي كثير في مجال التحدي لأهل الباطل، أي شياطين الإنس والجن، والذين استسلموا لملا شر إبليس الذي هو بالنسبة لنا عدو مبين، ورب قال لك اتخذوا عدو c'est un ennemi mortel, un ennemi juré, et il le sera pour toujours. Donc un vrai musulman ne peut pas avoir une relation positive avec ça. Il ne peut qu'être en rébellion et en lutte perpétuelle contre ses méfaits, qu'ils soient évidents ou latents. Il dit Rabbi subhanahu wa ta'ala, حتى إذا جاء آية 40، حتى إذا جاء أمرنا، الله برك يأمر، لا شيطان ولا إنسان ولا مجرات ولا نترنيوات، لا يأمر أحد إلا الله، ومن دخل الشرك فقد ظلم نفسه، ولو قاربته فقد يأذن الله بمحقك وسحقك وتعذيب الدنيا والآخرة. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور كعلامة بل يكون جاء وعد الله ويتم على حساب من عاد سيدنا نوح عليه السلام واعتقر من تبعوا صدق، قال ولكم أراضيلنا فالإسلام ما شاء أراضيلنا خطر ما عنده شمال وجاء وسلطان، لا لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قلنا دائما القول لله، وهذا كلام الله أول أمر في المشهود والمسموع والمعصوص، الأمر الذي يتناوله هو القرآن العظيم، بدون ذلك لا حكمة ولا علم ندعيهما أبدا. إذن ما الحكمة والعلم إلا مقتبسان مباشرا من الله، مقتبسين من الله مباشر أو من خلال القرآن أو حديث قدسية أو حديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح. هذا يقول من تقول عليها فليتبوى مقعده من النار، يعني اللي تبشر تجمع على قدسية الحديث النبوي الشريف لها قيمة مطلقة، إذا كان جبت تبدي فيها أو تنقص منها أو تحرف فيها فأنت مآلك مآل كلاب بني صهيون والكنائس أجمعين إلى من رحم رب العالمين. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين، قرب أجل وقت التحليل، فجزيل أنا الدعامة اللي يكون كل وعد به راهو أنا أوانه أن 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 ورغم عندكم يا با دو نو كي بو سافرونتي أو بارول ديفين أو زور ديفان جامي. قالوا سمعنا وأطعنا، nous avons entendu votre verbe ô notre Dieu unique, le bien-aimé numéro 1, et nous allons nous soumettre à vos ordres et à respecter vos limites définies par vous ô Dieu unique. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وكنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلى قريب. هذه زوجين اثنين يعني علامة على القلة، مش لازم تهز أربعة، يكفي تهز أصلين من ذكر وأنثى حتى لا ينقطع النوع ذاك من الحيوانات. على اليوم يقولوا الحيوان هذا ولا نادر،
وجي قوانين عالمية لابد من حماية ذلك النوع، ولأي دولة ما تقومش بواجبها نحو هذا النوع تعاقب. هذا في دنياكم، وتحبوا في أمر الله ما يكونش عقاب. قلنا أحرصوا على سلامة حياتكم الدنيا ولا سلامة إلا بالتوحيد، وسلامة مساركم في الدنيا التراجكتوار سان سليمتان ما تكون كان بالقرآن والحديث القدسية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول لعنة ومشى ومات، لكن لم مات عند ربي سيبعث ويحاسب ويأخذ مكانه النهائي في جهنم وبئس المصير. إلا من سبق عليه القول ومن آمن كذلك هذوما مش ينالوا عذاب الطوفان. وما آمن هو الأقل، ولا دائما تاريخ البشرية القلة هي ربانية، والقيم ما الدعوة على قدوم الله فهم أفاكون كذبون فصو ديفري في موت. الآية التالية ولخص أنا حط على الطريق بعض إشارات وانتم تكملوا البحث بتاعكم قدر الآية دي مش حدا هي في طاقم كامل شامل، فما عليكم إلا تضعوها dans le bon encadrement pour la comprendre comme il faut. Donc il faut la mettre dans son contexte. Le mettre, ce verset-là. وقال اركبوا فيها بسم الله. لشكون موجه الكلام هذا بعد امر المولى؟ امر النبي عليه السلام جميعا الانبياء ما عيطوا كان مع التبليغ ريفيليشن. يعني كان مكتوب الدين مش معروف عند أجيال سبقت، لكن الرب وقت اللي يكشف الغطاء عن كلامه العزيز ما مكنت اللغة اللي ينزل بها وقتها ما عاش تقول ما نعرفش. جاك خبر فما عليك إلا أن تختار، وغلبهم اختيارهم على قطع ركبتهم يفون تلور لموفيش صوف اللي فري زيت الكونسيون دو l'unicité de Dieu, de son existence indubitable, etc. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Donc son départ c'est au nom de Dieu parce que c'est un signe très révélateur que Dieu il est toujours puissant, et lorsqu'il dit méfiez-vous de ma colère, il faut se méfier, il faut s'arrêter, ne plus commettre des bêtises, surtout les grands péchés, les turpitudes, l'association à Dieu des idoles qui n'ont aucune existence et aucun droit d'être associés au divin, au Dieu unique qui est inimitable et qu'on ne peut pas le comparer à n'importe qui. C'est-à-dire lui seul est Dieu. Dire mon maître, ma maîtresse, mon patron, c'est mon Dieu, c'est faux. Et j'ai eu beaucoup de rencontres de ce type-là. Et j'ai vu comment ils sont vraiment des maudits et des bannis. Parce que Dieu, lorsque vous lui associez quelqu'un qui n'a pas le droit d'être un associé, c'est que vous avez ouvert la porte au pire châtiment. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. Donc, في الأمان والحب، وإحنا هنا الإسلام والمقال عددنا، وكان إحنا في الأصقاع كلها، إحنا الرذاذ، لكن على سبيل محمد عليه الصلاة والسلام فنحن الناجون بفضل الله وأنجينا الذين آمنوا وهلكنا الذين كانوا خلاف ذلك. ربيعات تكونوا جوز في نفس المنزل أو في نفس الطائرة، ربي يعرف شكون على شكون يسلط عقابه وشكون ينجي من هذا العقاب الشنيع. ليس على الله بعزيز،
اللي تقول انا مؤمن يحدا وانت مؤمن كاذب حدا من انت تاعي انت خير منه. وهكذا كتم ايمانه لسبب الاسباب كما مؤمن فرعون تعرفوا قصته. اللي انت حقرت من الاراضي تحتسبه ما عنده في السوق ما يذوق الايمان هو سيدك في الميدان كومبري. اذا ياتيك السواق من لدن الله ورب يحميه بحمايته المطلقه ويدخل في عصم حصين كما مرات سيدنا لوط عليه السلام لو كانت معاهم لكن عصاك بالالتفات غلط ما لم يكن في حسبانها لانها كانت من المكذبين. خانت الرساله الربانيه التي نقلها اليها سيدنا نوح عليه السلام فكان مآلها ما تعرفون. فقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي اي السفينه فلق لا لارش دونوي كلا بيد لارس وسولوي وهي تجري بهم في موج كالجبال. دونك البرون سون شومان اترابابي باغ كي سون انورم كوم دي مونتان. وكان ايوا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه انا بالغريزه ابني ابني وانا مراش ابني ماشي لي عليك ونسكت لابد ان الفت نظره انا على خطر عظيم فلا يمكن ان يواصل الطريق لان الطريق هذاك محفوف بالمخاطر ينتهي بعذابات لا نهايه لها ورب حين يسلط عذابه والله لا يرد احد. احنا قلنا لكم قداش مره قلت لكم احنا توا في رباط يا ناس لصالحكم الرباط احنا الحمد لله تعالى ربي خلصنا من النفاق واغنانا عن الكفر والعصيان. اذا احنا والحمد لله تعالى نبعد يا ربي القلوب العاميه ترى ما يكفينا لا طالبين لا مال ولا فروج ولا احصنه ولا حد شيء طالبين استمرار هذه الحال الطيبه المنوره المباركه لنا ولغيرنا. فمن صدق رسالتنا التي هي تنبع من رساله الانبياء كلهم عليهم السلام من تبعنا فقد امنا ومن استخف بنا فلا يلومن الا نفسه. لكن احنا دائما باستمرار في التبليغ وما على الرسول وما على الرسول الا البلاغ المبين احنا في التبليغ حتى ما تقولوش يوم القيامه لم يصلنا تنبيه لم يصلنا ترغيب وترهيب لا يا سيدي احنا قلنا فيه لكن انتم سوء طلعكم تعتبرون ناس بدويه يقولوا كان الامور اساطير الاولين تايلز اوف انسيانت لا يا سيدي احنا نقولوا اللي هو ثابت اعطيني شو ثابت عندكم اعتقاداتكم من عمل الشيطان ما عرفش ما الشيطان عدو المؤمن ما يعرف كان يأذي. اذا انتم استحبتم من هو عدو لكم تحملوا مسؤوليتكم وعميتوا وسميتوا على ما نحن نقول اليكم احنا نقول لكم شاتونا قدر عندكم حشتناش به شكونكم انتم باش تقولكم اعطينا قدر حتى تحسنوا تشدوا تلك الصواب تولي ربما قدركم اكثر من قدرنا اما مدامكم في الحاله هذه اللي نعرفوها احنا حنحكم بالظهر فلا تلومونا الى انفسكم الان وبعد الان لسي مانتنو اي بوي دولا دولا وسيري لي بير بيردون. وقال اركبوا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني شد هكا في باله كيف يصعد الى الطنجور تسبل وسلم في باله امنه من عذاب الله ترى بوعد اللي طوفان طوفان عمين شيز الكل الا من عرف اللي شمها قراصة ارمى روحه في طريق السلام الى الله والاستسلام. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني شوف 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 الانبياء واللي شوف كيفاش تدخل القلوب لكن القلوب تسكرت ولو ابن من ظلمك ها قلبه مسكر لا فايده انك لا تهدي من احببت وحنا نعرفوها اغلبكم حد تحلوا هكا الى فيرتونس تحلوا فيديو من النوع هذايا هيا مشكي باس اوتر شوز شو الاوتر شوز؟
Ce sont des mensonges, des délires, des séductions de la part de qui? De la part de Satan. ويا تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا شوشو يا بني اركب معنا هذا ينقصنه ليدعو الاسلام لا يقول يا بني الا على طرف اللسان ما يبلغوش حتى هذا الامومه مش هذا الابناء اركب معنا اعلى كلكم اركبوا معنا لانه عارفين طريقنا اما لا يقول اركب معايا باش يشرب الخمر عقلها ويمشي ما اسقاط من البشر وما اكثرهم هؤلاء هذه الايام ندماء الشر مش ندماء الخمر هاي هم الخبائث هم ندماء الشر ما تلومونا نفسكم ما دامكم دايمين على هذه الحال راضين لداء الرحمن معنا ما نقدمه احنا لا نملك لكم اي امر الامر امركم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واعرفوا اللي تاب الله عليه ويفرح به ويقلب سيئاته الى حسنات بما يصلح بك يا من انت في الغفلات ويتجر بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين مع الكافرين والعياذ بالله هنا ما قالش من الكافرين هي هو من بعض الكافرين قال لنا مع الكافرين اي اعتقادا وسلوكا ساقط مع الرحمن سلوك يورطك اللي ما تحياش يعني الصفاقه ومن لم تستعب ما شئت انتم غير حياه وقلال تربيه خاصه اللي جايين عرق يوم الريبه بن علي وامثال والكلب اللي في مصر والكلب اللي في اليمن والكلب اللي في سوريا اش يقول احمق اي 43 قال شوف استاذ ابوه وملح يا بني واركب معنا ما قبلش حسابه يا وصلت راجع وحساب قلب واللي يحسب واحد يفضل قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء يظهر لك الماء يحمل الحياه ويحمل الموت وهذه قوانين الهيه ما تغير انت ولا انا لا تبديل ولا تحويل قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل ما مشيت وكنت احنا على الحق فماش من يدخل فيه يا نوح عليه السلام ها وجاء الحق وبطل باطلكم لكن الباطل ما يبقاش وحده باطل حتى انت مش تدفع ثمن مع الباطل اللي هو زاهق يعني يزول بضرب ضربات الحق من الحق سبحانه وتعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه كل اللي رحمه رحمه الرحمن ومن تبع سبل السلام أي قال ربي اغفر لي ذنوبي معترف بها أتذلل إليك بدون حدود وأني لا أسيء الظن بك كنت من الغافلين فالآن اجعلني من الراشدين تمام الرشاد والله وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلنا لي غريزو ميركلوز قلنا كلي احنا مجربينها اهل القران تاني المعلم الانسان يلتحق برضا الرحمن مهما كانت صايب سرطان ولا حبسه كلاميه ولا اي شيء خاصه يعني عند حبسه كلاميه عند المصابات بالهستيريا الروحة هذا هو وقت اللي احنا نلتقيهم نعرف ايش خطبهم مع الناس ابواب من المغلوقه نعرف ايش ناتجوا وظلم يرجعوا لوعيهم يبقوا مواليد تجربه دي ممتازه جدا ياخذوا منها رحيقها ويشدوا الطريق وتدخل في انوار خلزوها من التياتراليزم الادوار كما تو العارات وكل اشبه الرجال كلهم عاملين في التمثيليات بالاحسن تمثيلاتهم عادة الشر من الصعق واخطر ظلام وزيدوا يهديوا به اجسادهم الخبيثه القبيحه ولو هكا فيها فتن غلابه التريون
لكن ما قال واسن وما قال والخيبة في سعيك في الدنيا والآخرة. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كم لذة ساعة أو نصف ساعة أورثت حزنا طويلا قد يكون لا نهاية. أعرف على قادمين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وبعد تعرف القصة كلها. وقيل: يا أرض، القصة طويلة، نحن نقف هنا ونسأل الله أن يجعلنا من السالمين في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين.